فيها فترة معينة، وبعد كده الفرق ما بين الصحة ومستشفيات الصحة ومستشفيات الجيش، طبعا كلنا عارفين الفرق في المستوى في المرتبات. طبعا الوضع اتحسن دلوقتي، ولكن على أيامي أنا كنا كلنا بنسعى إن احنا نبقى في الجيش أو في الشرطة. تكليف الجيش بيبقى أكتر من وزارة الصحة، كان ساعتها 4 سنين، لكن تكليف الصحة بيبقى 2 سنين مش فرقة، وبعد كده بيبقى إذا كان في تعيين ما فيش تعيين، ده طبعا حسب القوانين بتختلف. بفكركم برحب باستشاراتكم الطبية وتعليقاتكم في البث المباشر. بعديها رحت أستاذة مريم، دكتورة سمعت يوجد في فرنسا زراعة أسنان بالمجان، هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ هو التأمين الصحي على حسب أنواع التأمين الصحي يا أستاذة مريم. في تأمين صحي بيبقى نسب 70% بتبقى مغطي حاجات وحاجات لأ، وفي نسبة 100% يعني التأمين بيغطيك بنسبة 100% إنك تروحي لطبيب الأسنان يعمل لك حاجة مجانا خالص 100%. فطبعا على حسب التأمين الصحي بتاعك انت لازم تبقي عارفة التأمين الصحي بتاعك الكومبليمونتير سانتي 100% متغطية ولا متغطية بنسبة قليلة. يعني الزراعة بدأت تدخل شوية في موضوع التأمين الصحي على أساس إن هي مش رفاهيات، على أساس إن هي زي بيساعد من أساسيات يعني طبعا داخل، ولكن على حسب تأمينك الصحي. كنت بكلمكم عن التكليف. بعديها جالي تكليف الشرطة مدنية، مش ضابط، كمدني في الشرطة. قعدت في وزارة الداخلية في الشرطة، طبعا اليوم كل التحية والاحترام وزارة الداخلية اللي قعدت فيها يمكن أكتر من 15 سنة كطبيب وجراح فم وأسنان. أولا بقول لهم طبعا كل سنة وانتم طيبين، ويعني كانت 10 سنين وعشرة عمري ولغاية دلوقتي متشرفة طبعا بيهم. مدة التكليف في الشرطة هي 4 سنين برضو زي الجيش، وبعد كده بيبقى فيه إذا كان تعيين أو ما فيش تعيين برضو على حسب القوانين وتغييرها كل سنة، وعلى حسب حاجة العمل برضو يعني على حسب الحاجة. بعديها بعد فترة التكليف سواء في الجيش أو في الشرطة أو في وزارة الصحة في التأمين الصحي بيتم تعيين الطبيب في المكان برضو على حسب الحاجة. وزارة الصحة على أيامي أنا كانت بتعين، يعني كان في تعيينات، بعد كده بقى الطبيب حر إن هو يفتح عيادة برة، ممكن يحب يستقيل من الصحة أو من الجيش أو من الشرطة ويبقى طبيب حر يقدر يفتح عيادة لوحده، يقدر يفتح مركز طبي، يقدر ينضم لمستشفى خاصة. طبعاً دي حاجة حرية شخصية، بيبقى لي المعاش بتاعه من النقابة فقط، ولكن لو منضم للصحة بيبقى لي معاش من الصحة ومعاش من نقابة الأطباء. وطبعاً بعد كده هو يقدر يمارس المهنة بعد الـ التخرج من الكلية مباشرة، يقدر يمارس المهنة، ولكن بنفضل بعد كده التخصص عن طريق دبلومة طبية، عن طريق ماجستير، عن طريق دكتوراه. مش هطول عليكم في البث المباشر أكتر من كده، سعدت بيكم جدا جدا جدا، وما كنتش متوقعة تفاعلكم مع البث المباشر، كان بث مباشر تجريبي. أشوفكم في بث تجريبي قريب إن شاء الله، لدرجة أنا مش عارفة أقفل البث المباشر منين، لو حد يبعت لي أعرف أطفيه إزاي، يعني أنا مش عارفة حتى، لأني ما جربتش بصراحة قبل كده أقفله. شكرا مدام زوزو، ربنا يخليكي، شكرا شكرا جزيلا، نورتيني. شكرا شكرا جزيلا.